يا اخي فكرت في الانسان اللي يروح يكتب تعليقات مسيئه للناس لي ولا لغيري. هذا الشخص شوف، اولا لو في واحد او لو هذا الشخص مشغول يجيب خبز لهله، هل بيكتب التعليق؟ لا. اولا فهو ايضا فارغ جدا، ما عنده شغف. الشيء الثاني، ليش كتب هذا الكلام ضد فلان من الناس؟ لانه اما انه يكرهه، فان كان يكرهه هنا تكون عقليته ضعفها من جانب انه حتى لو كرهت احد ليش تكرس جهدك في اضاعته في هذا الشيء؟ كرهت فلان اروح اقعد اسبسب فيه. دائما العاقل يعمل العمل الذي يثمر، الطريق المسدود ما حد يمشي فيه الا واحد. فاكره اوكي تروح تسوي له او تسوي له باشياء غير مثمره، انت ما ضريت، ان ضريت نفسك، فهنا ايضا عقله في مشكله. اذا كان لا والله لا يعرفه ولا يكرهه ولا شيء بس كذا، فهذا اعظم، فهذا اطم واعتى من الاول. هذا شفت اللي زي يعني هذا وصل الى درجه مرضيه متقدمه. ليش؟ لانه يبث سم. طبعا سب الناس وشتمهم لو انه مو بسم كان ما حط الله عليه سيئات، والسيئات ماذا يترتب عليها؟ يترتب عليها جهنم. قال يا رسول الله أو نؤاخذ على ما تقول لسنة؟ قال ثكلتك امك. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعي علي، هذا ليس دعاء، هذا انما للتنبيه. قال لكن شوف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم استثير، قال ثكلتك امك. او يكب الناس، وفي روايه يكب الناس على مناخرهم، وفي روايه على انوفهم، الا حصائد السنتهم، الا حصائد السنتهم. تخيل ان شوف كيف قال ينحذب على وجهه على خشمه في النار، الا حصيد لسانه. وترى القول مثل اللي يكتب تعليق. لذلك كيف وصل الى هذا الدرجه، الى هذه الدرجه من انه يسيء لنفسه ويجعل نفسه في هذه المنزلة القبيحة المذمومة شرعا وعرفا وعقلا واجتماعا وحتى في وزارة الزراعة؟ كيف جعل نفسه في هذا المكان إلا لأنه يعني التفكير ضعيف؟ لذلك خلاصة الموضوع، عندما ترى أو نرى من يسيء لنا بتعليق أو سواء في الواقع أو في طبعا في الواقع الحمد لله ما في، لكن ممكن في السوشيال ميديا، والله أقسم بالله أول شيء أني أنا أرحمه وأشفق عليه، لأني أعلم أنه من العلة ومن السقم بمكان، وأنه من الجهل والإدقاع في قلة العقل بمنزلة عظيمة، والله أني أرحمه. فهل يجب أن أتفاعل مع هذا؟ لا طبعا لا، طبعا لا. ودائما لا تنظر إلى الحدث، انظر إلى النتيجة. يا رب أن نقول شيء مفيد يا رب وتوصل رسالة. سلام.